في جمال وفي فن. هو لشخص هو سفير الصورة الجميلة للعالم العربي فؤاد جورج، شاب من لبنان مقيم في لوس أنجلوس، أطلق قبل أقل من سنة موقع يعرض خلال أعمال مصممين عرب في سائر المجالات الفنية ويساعد في نشرها والترويج لها في القارة الأمريكية. فؤاد يقول لي صباح الخير يا عرب، أنه إحدى دوافعه لإطلاق موقعه هو الأثر الذي يحدثه الفن والتصميم العربي في العالم. خلينا نشوف. حلم عندي من أنا وصغير، هو حلم طفولة بيجمع بين شغفي بالعالم العربي، حبي لحتى أوصل رسالة حلوة عن العالم العربي وصورة حلوة، وحبي لعالم الموضة والأزياء والأكسسوارات. بيعرض تصاميم مصممين من العالم العربي، مش بالضرورة يكونوا عايشين بالعالم العربي. المنتجات تبعنا مختلفة، بتناسب كل الأذواق وبتناسب كل الفئات العمرية وبتناسب المصروف، القدرة الشرائية تبع نخبة كبيرة من العالم. رح نشتغل قريباً كمان مع فنانين، إن كان بموهبة الرسم، إن كانوا كتاب، أدباء، شعراء، كمان من العالم العربي. هلا بالإضافة للصفحات اللي هي بتعرض المنتجات اللي فيهم العالم يشتروا منها، في عنا صفحة خاصة هي البلوج، والبلوج هو كناية عن قصص أنا بكتبها. بينما هلأ مع الوقت رح تصير أكتر تبرم حول المصممين، تخبر قصص عن العالم العربي، غنى بالحضارة بالثقافة اللي عنا، واللي بيخلي يبين يفسر أو يوضح أكتر للعالم وخصوصا للزبون اللي عم بيشتري منها، بيفهم أكتر الخلفية اللي جايين منها المصممين، وليش هالقد عندهم ابتكارات، ليش التصميم تبعهم مختلف عن اشياء تانية بيشوفوها بالسوق عندهم. اذا كان عندي رسالة بحب وجهها، احب شجع كل الشباب والصبايا اكيد انه يضلهم متعلقين باحلامهم، يضلهم يثابروا ويمشوا لقدام، يضل طموحهم كبير، لانه ما حدا بيعرف من وين بينفتح له باب. اتمنى التوفيق. وحلو انه هذه المبادره انه هو يعطي مجال لكثير من الشباب والفنانين.